في أول يوم له في الفصل كان الرجل متحمساً ولم يتوقع أن الطلاب قد حضروا له هدية كبيرة للترحيب به. انفتحت الأبواب وسقط إناء ماء مغلي من السقف، مما أصاب الجميع بالذهول. اتضح أن المعلم الجديد كان جندياً في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية نيفي سيلز، وكان ماهراً ليس فقط في الرماية ولكن أيضاً في الكونغ فو. هو الآن متقاعد واختار العودة إلى المدرسة ليصبح معلماً عادياً، لكنه أسند إلى أصعب فصل في المدرسة. يقال إن 888 معلماً قد تم إخافتهم وهروبهم من هذا الفصل، لكن في نظره هم مجرد مجموعة من الأطفال، ولم يكن يخاف بالتأكيد. في الصباح الباكر دخل الفصل ومعه كوب قهوة، ووجد الطلاب يلعبون الألعاب، يعزفون على الآلات الموسيقية، ينامون وحتى يطهون الطعام، ولكن لم يكن أحد منهم مستعداً للدرس. توجه إلى الفتى النائم وقال له صباح الخير، ثم كتب اسمه الصيني على السبورة تشينيا استعداداً لتقديم نفسه. بدأ الطلاب يضحكون خلف ظهره ويقولون إن كتابته الصينية تبدو كخربشة دجاج. فجأة تلقى تشينيا مكالمة هاتفية، فاستدار ونظر دون أن ينطق بكلمة. التقط رباطاً مطاطياً وقطعة من الطباشير من المنصة، ثم ضيق عينيه وأخذ الهدف. في لحظة كان الطلاب المزعجون مبللين كالفئران الغارقة، ثم قال مرحباً بكم في صفي. انتهت الجولة الأولى من المعركة بين المعلم والطلاب بانتصار كامل لتشينيا. لم يقبل الطلاب الهزيمة، فاجتمعوا معاً لمناقشة كيفية الانتقام. في اليوم التالي عاد تشينيا ورأى أن الطلاب لم يكونوا منتبهين على الإطلاق، فحاول اتباع نهج مختلف. أعلن أن أي طالب يستطيع الإجابة على 3 من أسئلته بشكل صحيح يمكنه مغادرة الفصل والذهاب للعب أينما أراد. بما أن الفتى يحب التدخين، طلب منه تشينيا سيجارة وطرح عليه السؤال الأول، ما هي المكونات الكيميائية للسيجارة؟ صدم الفتى المجعد واعتقد الجميع أن المعلم يمزح، لكنه كان جاداً. بعد أن خرج الفتى من الفصل، شعر بقية الطلاب بالحماسة وحاولوا الإجابة أيضاً. ثم طرح تشينيا السؤالين الثاني والثالث. في نهاية الحصة لم يتعلم الطلاب فقط مكونات السجائر، بل عرفوا أيضاً الأضرار التي تسببها. شهد هذا المشهد قائد من مكتب التعليم كان يقوم بتفقد المدرسة، سخر من طريقة تعليم تشينيا معتقداً أن تحقيق الدرجات العالية هو الأهم، وهدد المدير بأنه إذا كانت درجات الطلاب منخفضة فسوف يتم إغلاق المدرسة، لكن تشينيا لم يهتم بذلك على الإطلاق. كان يؤمن أن التعليم الجيد يدور حول جعل الطلاب سعداء بالتعلم والتفكير النشط وطرح الأسئلة خارج إطار الفصل، كما كان يهتم بحياة الطلاب الشخصية ويدفع من جيبه الخاص لتحسين حياة الطلاب الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة. كان تشينيا ينظم سباقات سيارات خاصة لمساعدة الطلاب على التعبير عن حبهم لبعضهم وحل مشاكلهم. وعندما تعرض أحد الطلاب للتنمر من قبل عصابة مافيا وأجبر على شرب ماء مخدر، تدخل مباشرة وقال سادة أعتذر عن المقاطعة، أبحث عن طالبي الشاب ليونغ، يبلغ من العمر 16 عاماً وطوله هذا القدر. الرجل الضخم المقابل له كان مقاتلاً في اتحاد يوسي إيف، وعندما نظر إلى هذا الرجل الصيني النحيف سخر منه ووصفه بالضعيف ونصحه بمغادرة المكان بهدوء. صرخ الطالب طلباً للمساعدة، فتقدم تشينيا للأمام، لكنه وجد مجموعة من الرجال العضليين يعرقلون طريقه، فاستدار وأمسك بفرشاة أسنان من فم أحد الرجال وبضربة خفيفة حولها إلى نوع جديد من السلاح. كان الطالب في الخزانة مذهولاً، تحداه بقول أيها العضلي تعال وخذ نصيبك. لم يستطع بطل الملاكمة الجلوس مكتوف الأيدي، فخلع قميصه واندفع للأمام محاولاً تحدي الكونغ فو الصيني. في النهاية حتى أقوى المقاتلين تم طرحهم أرضاً بواسطة تشينيا الذي أمر بجلب سيارة إسعاف. تم الإبلاغ عن بطولاته على التلفاز، وفقط حينها أدرك الطلاب أن المعلم الجديد لم يكن فقط جندياً سابقاً في القوات الخاصة، بل كان أيضاً أحد الكبار في المدرسة. ومع ذلك لم يكن طالباً جيداً في شبابه، بل كان مسبباً للمشاكل. في ذلك الوقت كسر أنف تمثال المدير، وفي سنة واحدة تسبب في إفساد حفل التخرج بالكامل. في حفل التخرج كان هناك صبي يعزف على البيانو، لكنه لاحق تشينيا بغضب وحاول ضربه بمكنسة، لكن تشينيا كسر المكنسة بركلة ولم يتوقف الصبي، لكن تشينيا أمسك بربطة عنقه ووجه له عدة لكمات ثم ركلة قوية. سقط تمثال المدير على يد الصبي،
ومنذ ذلك الحين لم يعد بإمكانه العزف على البيانو مرة أخرى. تم طرد تشينيا من المدرسة أيضاً بعد هذا الحادث، ومع ذلك كان المدير لا يزال يريد منحه فرصة أخرى، فكتب له خطاب توصية لمدرسة عسكرية في الولايات المتحدة وقال له: أنت تستطيع فعلها. بعد وصوله إلى الولايات المتحدة والتحاقه بالجيش، أدرك تشينيا أن الحرب لا تجلب السعادة بل تقتصر على الدمار المتواصل وفقدان الإنسانية، لذلك قرر التقاعد والسفر حول العالم للبحث عن المعنى الحقيقي للحياة، حتى جاءه في يوم من الأيام بطاقة بريدية من المدير، فقرر العودة إلى المدرسة ليصبح معلماً ويربي الجيل القادم. بعد معرفة مغامرات السيد تشينيا، تغيرت مواقف الطلاب تجاهه بشكل كبير. في الصباح التالي قالوا له: صباح الخير أستاذ. الزملاء في العمل كانوا متحمسين لدعوته إلى وجبات الطعام. دخل تشينيا إلى الفصل حيث استقبل بترحيب غير عادي، فابتسم وطلب من الطلاب الجلوس وسأل: من أعطاني التفاحة على المكتب؟ وفي تلك اللحظة ظهرت المعلمة الجميلة من الصف المجاور. أخذ تشينيا قضمة من التفاحة وبدأ الطلاب يهتفون، وكان الجو رائعاً. في العام التالي حضر الطلاب إلى الصفوف بسعادة ودرسوا بجد، متطلعين للحصول على درجات جيدة في امتحانات دخول الجامعة لتحقيق أحلامهم. ولكن في يوم الامتحان جاء زعيم عصابة مع مجموعته لإثارة المتاعب، حيث قاموا بحبس الطلاب داخل المدرسة ومنعوهم من التوجه إلى الامتحان. في تلك اللحظة وبينما كان الطلاب في حالة من الضياع، ظهر تشينيا وسأل: هل الجميع بخير؟ تقدم تشينيا لمواجهة العصابة بينما كان يحث الطلاب على الإسراع إلى الامتحان. تمكن من صد العصابة، ولكن زعيمهم ظهر أخيراً. أشار إليه تشينيا وسأله عن السبب. أشار زعيم العصابة إلى يده اليسرى مطالباً تشينيا بالتفكير جيداً. اتضح أن زعيم العصابة كان الطفل الذي كان يعزف على البيانو في حفل التخرج، وكان قد عاد للانتقام. عندما رأى زعيم العصابة أنه لن يستطيع الفوز، لجأ إلى أساليب غير شريفة وسحب سلاحاً ليهاجم تشينيا، لكن تشينيا قلب الموازين واستولى على سكين زعيم العصابة. ظن الجميع أنه سيطعنه، لكنه وجه السكين نحو فخذه هو نفسه ليعيد دين اليد اليسرى الذي كان منذ سنوات. قبل أن يغادر قال لزعيم العصابة: لا تفعلها. وفي تلك اللحظة انطلقت صرخة ألم من الخلف. كطفل قد يرتكب المرء أفعالاً حمقاء، ولكن ما يبدو لك كتمرد مراهق قد يسبب ألماً يدوم مدى الحياة لشخص آخر. نأمل أن يكون الجميع أكثر لطفاً وأن يقل التنمر في المدارس.